حنا اليوم في واحد الفيلاج دخلنا ليه كنصوروا فيه، كنصوروا فيه واحد الفلوغ، وقيت واحد اللعيبه اللي في شكل هذا الفيلاج هذا عامر معتقدات وكيامنوا بشي حويجات اللي في شكل. لقيت واحد الحاجه هي هاد القريعات هادو اللي كيحطوا هنا. شنو هما هاد القريعات هادو؟ هو انه زعما بلاصه ما خاصكش دير فيها بيبي ما خاصكش تجي ودير بيبي ديالك. علاش؟ حيت لهم هاد الليكيد اللي كاين هنايا عباره عن بحال قلتي سحور، ويلا درتي بيبي ديالك هنا داك اللي مسؤول على بيبي ديالك تقدر طرا ليه شي حاجه. هادشي اللي كيقولوه هما المعتقدات ديالهم. اجيو ندخلو معاه هنايا شو هاد الفيلاج اكتشفت فيه شي حويجات والله عام. كل واحد عنده واحد المعتقد بشكل، كل واحد كيدير شي حويجات بشكل عجيب عجيب. وعندهم هنا واحد البلان بحال قلتي واحد الواد فيه واحد الجنيه كيقولها بحال حنا عند قنديشه، حتى هما عندهم في ذاك الواد وكيخافوا منها وكيبقاو يعطيوها واحد القربان باش ما تاذيهمش. جاتو شكاله تشوفوها في هذا الفيديو.